في مسيرته المهنية الجديدة، ولا يفوتني بهذه المناسبة. فقط مؤسسة مؤسسة سال تي تري جون بور اتر تريزوري اونسويت بون ديس حضرتي ولهاد الحفل ديال التنصيب. هذا عاده كيكون ديما فاش كيتعين مسؤول على مؤسسه تعليميه جامعيه. هاد المنصب هو تشريف ديال العماده ديال الكليه، ولكن اولا هو تكليف واجب ومسؤوليه. هاد المسؤوليه اولا تجاه 8000 طالب وطبيب عندنا في الكليه، اللي الاعداد ديالهم غادي تزيد مع 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 الوقت. هاد الاطباء وهاد الطلبه كيكونوا واحد المجتمع التعليمي اللي هو جد متنوع عندنا في الكليه. فيه الطلبه ديالنا المغاربه، فيه الطلبه العسكريين، فيه الطلبة الأجانب أو الطلبة الدوليين والأطباء الدوليين اللي جايين 68 دولة. وهذا كيخلق واحد المجتمع التعليمي جد متنوع، اللي هو كيعطينا احنا واحد 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 لاغيشيس في الكلية ديالنا. هذا التعيين كيجي في واحد السياق جد مهم، هذا السياق اللي هو المشروع ديال جلالة الملك الله ينصرو ديال لا بروتيكسيون سوسيال، اللي فيه الحماية الاجتماعية الشاملة، وهذه واحد المسألة اللي هي تاريخية في بلادنا. كاين الآثار ديال الكوفيد، وكاين النموذج التنموي الجديد اللي كي يعطي واحد الأهمية كبيرة للمكون البشري. وفي هذه المسألة ديال المكون البشري كلية بحال ديالنا كيكون عندها واحد الدور مركزي باش نكونوا الأجيال، نكونوا الطلبة، نعطيهم واحد التكوين اللي هو عصري بطرق بيداغوجية عصرية ومبتكرة، ونعطيهم واحد التكوين تطبيقي بالتدريب سريرية في المستوى اللي كتعطيهم المهارات ولي كومبيتونس اللي غادي يخدموا بها في المسار ديالهم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيربريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.